أسامة محمد، كلية سياحة وفنادق جامعة اسكندرية، آخر سنة قسم إدارة فنادق. فكرة المشروع بتاعتي كلها اللي أنا كنت عايز أحارب الغلاء والكلام ده، بس هي دي كانت وجهة نظري، اللي أنا مش عايز أي حد، عايز أكسر حاجز الخوف بتاع الناس من إن هي مثلا تقف عند أي مكان في البحر فيبقى مقتنع مثلا إن هو هيدفع مبلغ كبير جدا. مفيش أي مشاكل واجهتني، بس هو طبعا بقى في البداية خالص اللي هو أنت هتنزل وتقف في الشارع إمتك ومش إمتك وأنت في كلية والكلام ده كله، بس أنا شفت كل ده إن هو ملوش أي علاقة خالص بالدنيا دي كلها، غير إن أنا مثلا هتبقى أحسن من قعدتي على القهوة. الفكرة كلها ابتدت اللي إحنا شفنا فكرة زي ديت موجودة على البحر، فأخدنا الرقم اللي عليها واتصلنا. المحافظة قالت لنا إن المشروع كله هيبقى مثلا تكلفته 6,000 جنيه، تمام، لمدة سنة إيجارية. فاتصلنا سألنا تمام الموضوع بالنسبة لنا، فكنا إحنا 3 زمايل مع بعض حطينا فكرة المشروع كله، اللي هو حددنا الأول إحنا عايزين نشتغل إيه، واتفقنا مع بعض ونفذناه. أفضل حاجة بتتعمل الهوت شوكليت، لأن هما شايفين إن ده أحسن حاجة. في طبعا بقى حاجات تانية برضو احنا مميزين بيها زي القهوة والقهوة البندق، دي حاجات احنا متميزين بيها. ياسر الأدهم، شركة الأدهم للاستثمار والتنمية. احنا جات لنا فكرة ان احنا نحاول نحل مشاكل الباعة الجائلين والشباب اللي في اسكندرية. لقينا ان كل اي محافظ بيجي جديد بتبص بتلاقي شرطة المرافق شدة على الباعة الجائلين، فبدأنا نشوف ايه مشاكل الباعة الجائلين. لقينا ان هم عايزين يقننوا وضعهم مع منظر شياكة، فكان في تصور عملناه للمحافظة ان احنا نحوله بدل ما يبقوا باعة جائلين عشوائيين، لا نعمل لهم فكرة ان يبقى لهم عربية برقم. الموضوع بقى قانوني. حلنا مشكلة سرقة التيار الكهربي، ودي كانت مشكلة ما قبل شركة الكهرباء ومقابل المحافظة بشكل عام، ان اللي شغال على البحر عايز يشغل كاسيت، يشغل سماعات، يشغل اضاءه، فاحنا قمنا محولينها ان هي العربيه اصلا هي شغاله بالطاقه الشمسيه.